السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول، لدينا حملة لتمزيق وحرق صور وإعلانات المترشحين للانتخابات في العراق تعبر عن الغضب الشعبي العام. في العنوان الثاني، النائب رحيم الدراجي يقول إن مئات الموظفين في البرلمان لا يحملون شهادات جامعية، ومن هم من هو أمي؟ ولدينا أيضا ضمن العناوين، مواطن عراقي يهاجم الطبقة الحاكمة في العراق ويقول إن أربع جهات فقط تحكم العراق منذ 15 عاما. وفي آخر عنوان لدينا، الواقع الخدمي في العراق بين البصرة والموصل يفضح السياسات الحكومية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا في العراق مع قرب موعد الانتخابات وبعد مرور طبعا 15 عاما على مجيء هذه الشخصيات التي توالت على حكم العراق، حملة لتمزيق وحرق صور وإعلانات المترشحين للانتخابات في العراق التي طبعا تنعكس على الغضب الشعبي أو تعكس الغضب الشعبي العراقي الموجود في الشارع العراقي بشكل عام، غضب من الشخصيات الموجودة من الأحزاب من الجهات التي حكمت هذا البلد والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تستمر بالحكم. طبعا هذا المقطع الذي سنعرضه الآن هو مجموعة من المقاطع لتمزيق أو حرق صور لشخصيات مختلفة تترشح للانتخابات ومن مناطق ومحافظات مختلفة كذلك، فلنشاهد. وشك مال انتخابات وشيخ حرام تطلع من حرام ديالة بلد روز مقاطع على الانتخابات العبادي، ماكو انتخابات والله، حتى اسقاطك انتخابات ما حد ينتخبك يا خايس يا جايف، جاي ترشح سوى ايش قدمت للعراق؟ هاي صور العبادي، ماكو انتخابات الا طحين، انتخابات ماكو مقاطع على الانتخابات، ديالة بلد روز وانتاني اخواننا جماعة بغداد جماعة ديالة يشتغلون لا تخلوا ولا. طبعا اليوم قمنا بعمل حرق بطاقات الانتخابية احسن ما نشارك الخونة اللي هم العبادي وقائمة النصر، فحسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عبادي، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عبادي، ظلمت شريحة الشرطة من محافظة نينوى، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا البطاق شعلتهم الانتخابات، احسن ما نشارككم يا كلاب، الله ينعلكم والله يحرقكم الشول ما نحرقن البطايق، الله يحرقك يا رئيس الوزراء، ظلمت الشريحة وخطا اطفالنا كله في رقبتك ورقبة الحكومة الفاشلة. هؤلاء ابطال الناصرية يمزقون صور المرشحين لانهم لم يريدوا، انظر هؤلاء أبطال الناصرية يمزقون صور المرشحين للانتخابات. هذا سليم الجبوري مكان المناسب بالحاوية، حاوية الزبالة المكان المناسب، حاوية الزبالة سليم سنجاني مو سليم الجبوري، سليم سنجاني حاوية الزبالة، سليم سنجاني حاوية الزبالة، هذا مكان المناسب. شوف الشعب، هاي المليارات وهاي الفلوس مالتك، هاي الشعب اللي ما عندنا لا عدوية ولا عندنا عدوية، زين دمار البلد ذولة السفلة اللي باعوا للعراق واللي دمروا للعراق، كافي كافي تعبنا، كافي برا نريدكم، برا برا عاش العراق. كما لاحظتم مشاهدينا الكرام، الذين مزقوا الصور هم العراقيون بغض النظر من المترشح، إن كان مترشحا شيعيا أو سنيا لا فرق، لأنه من دخل في هذه العملية السياسية كما يرى العراق أو كما يرى العراقيون
فهو مشارك بهذه الجرائم، مشارك بعمليات الفساد، بالسرقات، بالقتل، بالاغتيالات، بالتهريب، بغيرها من هذه الأمور، بخراب المحافظات الغربية، بالسماح لدخول تنظيم الدولة إلى هذا البلد، يعني بخروج الحشد الشعبي. هؤلاء هم الذين تسببوا بهذه الكوارث لهذا البلد، وبالتالي لا فرق من هو هذا المترشح، لأي جهة ينتمي، لأي طائفة ينتمي. في النهاية الكل مرفوض الآن كما لاحظتم من قبل المواطنين العراقيين. على فكرة هناك الكثير من هذه المقاطع موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكان الجميع يطلع عليها بقضية الحرق والتمزيق. عموما ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع النائب رحيم الدراجي. يقول إن طبعا الموضوع مرتبط بالقضية الأولى، يقول إن مئات الموظفين في البرلمان، أكبر مؤسسة تشريعية في البلاد، هؤلاء الموظفين ويقدر عددهم كما قال بحدود 510 موظفين لا يحملون شهادات جامعية، منهم من حاصل على الابتدائية ومنهم من حاصل على الإعدادية، ولكن هناك منهم أيضا من هو لم يحصل على أي شهادة دراسية في حياته، معنى أنه أمي. فلنشاهد. إلى عندنا بالبرلمان 1950 اللي هو أعلى سلطة تشريعية، 1950 موظف، 510 موظفين بلا شهادة وابتدائية ومتوسطة. الصوري أعلى سلطة في العراق. هذا سببها شنو طبعا؟ شنو؟ سببها المحاصصة، ومو محاصصة بس حزبية، محاصصة عائلية. تدرين عندنا عوائل، يعني احنا نداوم بالبرلمان، الآباء والبنات والأمهات والماخذ بنتي والماخذ أختي والماخذ بدرة. تعدس الله العظيم، مهزلة لا تصدق. بس هذا اللي ما عنده ابتدائية وجاي يداوم، يعني هذا زين، بس عليش بالمزور شهادته وجاي للخبير. زين ما عنده شهادة ويداوم، شي يداوم؟ هسه يداوم رجال درجة مدير؟ سايق ولا سايق، موظفين ودير بالك ها، وواحد مهم كل واحد من هذا الآيباد. زين عندك شو اسمه خب بالرئاسات وبالسفارات، فد نهيبه يعني. العراق منهوب بين قوسين، هو ظل بيش يعني العراق منهوب بواسطة محاصصة الأحزاب. أتفق شخصيا مع ما قاله نائب رحيم الدراجي، نظرا لأني واجهت في وقت سابق حالة من هذه الحالات المتعلقة بقضية الأميين والجهلة الذين يعينون في السلك الدبلوماسي كوزارة الخارجية أو في المؤسسات الحكومية ذات المكانة المرتفعة. طبعا هذا حادث كان صادفني في إحدى المطارات، وكان هناك شخص عراقي حقيقة يبحث عن مساعدة من أجل البحث عن البوابة الخاصة بالطائرة، لا يعرف يقرأ البوردينج تيكت الخاصة به، تذكرة الطيران، لأنه لا يجيد القراءة ولا الكتابة. اتضح فيما بعد سؤالي له أنه مبعوث من الدولة العراقية للعمل في القنصلية العراقية في مدينة غازي عنتاب التركية لمدة عامين. هذا حادث واجهني شخصيا طبعا. عموما ننتقل إلى موضوع آخر. مواطن عراقي يهاجم الطبقة الحاكمة في العراق ويقول إن أربع جهات فقط هي تحكم العراق منذ 15 عاما. فنشاهد. كل من مقسمين بيناتهم، هي قالتها كيكة وقسمناها بيناتنا، احنا ظالين بس نوز شعب ماكل خيره وحقك ماكل خيره. منذ 2003 الى هذا اليوم عليكم بالتغيير. زين مولاي، احنا من نقول علينا بالتغيير لازم اكو بديل. شو من 2003 لحد الان العراق ظال بيد اربعة، 13 سنة، اي نفسيتهم العصائب، حزب الدعوة، سرايا السلام، بدر. اكو غيرهم ذول اربعة؟ ماكو. وين هو التغيير؟ الشخصيات نفسيتهم، اتباع الفلاني نفسيتهم، اتباع الفلاني نفسيتهم. هذول مولاي ملئت بطونهم من الحرام. والمشكله المجامله على مستوى الخطباء، يصعد على المنبر ما جامل، فلان باطل، فلان صاحبه بطل ياخذ. هذه المشكله هي ان الوجوه نفس الوجوه، وما زالت هناك جهات دينيه تسمى تدعو إلى الاستمرار بعملية الانتخاب، الاستمرار بالمشاركة بالانتخابات، الاستمرار بالاختيار. كما قال الشخص في المقطع، يقول بأنه يقول لنا، يعني يتحدثون أو يطالبوننا بالبحث عن البديل. من هو البديل في ظل وجود نفس الوجوه ونفس الشخصيات بتغير أسماء وتغير أحزاب؟ أربع جهات فقط هي التي تحكم العراق كما يرى المواطن العراقي.
عموما ايضا ضمن الاخبار لدينا ننتقل الى قضيه وهي الواقع الخدمي في العراق. نتابع بدايه حال مدينه الموصل من ناحيه الخدمات فنشاهد. هذه منطقه المجموعه الثقافيه بالقرب من مدرسه ابي ذر الغفاري. شوف الطلاب هاي بالقرب من مدرسة أبي ذر الغفاري منطقة المجموعة الثقافية. هذه نسخة إلى مدير بلدية الموصل والمدينة في حالة يرثى لها. دورة العباسي هاي 100 متر على الشارع عام الجامعة. المجموعة الثقافية بقرب من مطعم العباسي. هاي منطقة الإسكان تو مبلط هذا الشارع. شوف الأوساخ وشوف المياه الهاسنة وشوف تجمع النفايات. ليش؟ وين أبو بلدية الإسكان الأصمعي القديم؟ وين؟ أحسان هاي بوجهي طالع على شارع بغداد، راح أطلع على شارع بغداد. ليش؟ شو يسموها هاي والله؟ هاي هم عتب على الدولة مو تو مبلطين. شوف الأنقاض، شوف ما أعرف شنو، منو المسؤول ما أعرف. هاي نسخة للأخوة راديو المربد الأخ حيدر الجزائري كافة المعني، أتمنى توصلوها للمسؤولين. هاي راح أوصل شارع بغداد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الموضوع اليوم في فقرة أراكم هو عن اعتقال الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان. قال مصدر أمني أن استعادة الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان المعتقل عبر الانتربول كان قبل 3 أشهر وليس الآن كما جاء في إعلان مكتب رئيس الوزراء. المصدر أوضح أن زياد القطان المدان بتهريب نحو 800 مليون دولار استعيد عن طريق الانتربول الدولي وتم التكتم عليه لدواع قضائية وأمنية. إلا أن الإعلان مع قرب أو الإعلان عن اعتقاله مع قرب الانتخابات كشف عن خطط دعائية انتخابية بحتة وليس لها علاقة بالأمور الأمنية والقضائية التي حذر منها مكتب رئيس الحكومة. المصدر أيضا أوضح أن الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق نجح بإلقاء القبض على 6 مدانين ومتهمين باختلاس وتهريب الأموال، لكن ربما يتم الإعلان عنهم مع اقتراب موعد الانتخابات. كذلك المصدر أكد وجود مدانين في سجن المنطقة الخضراء لم يعلن عنهم. نتابع مع حضراتكم المقطع عن اعتقال زياد القطان. ونعرض لحضراتكم الآن البيان الذي خرج من مكتب رئيس الوزراء فنشاهد. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء باختصار شديد استمرار لحملة ملاحقة الفاسدين كذا كذا التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وبجهود ومتابعة حثيثة لملفات الفساد التي هدرت أموال العراق تمت متابعة أحد أكبر المتهمين بالفساد مدعو زياد القطان، أحد أكبر المتهمين بالفساد. طيب ماذا عن المالكي إذن؟ عموما يعني يقول نشير إلى متابعة ملفات الفساد مستمرة وبجهود حثيثة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول كبير، ونبين أن أجهزتنا مستمرة بمتابعة العديد من الملفات. هذا يعني هذا كان الملف باختصار شديد، النص الذي أخرجه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. دعونا نشاهد التعليقات من العراقيين التي ردت على هذا المنشور تحديدا فنشاهد.
هاشم يقول يبدو أن زياد القطان لا ينتمي إلى كتلة لديها ميليشيات أو حزب مدعوم من الخليج، فأصبح فريسة سهلة، وهذا هو المرجح أن إلقاء القبض عليه جاء بهذا السبب. قاسم يقول علي من تضحكون على نفسكم لو على الفقراء، والله راح تتحاسبون من الله حساب عسير. كلنا نعرف العبادي قائمة كلها فاسدين، وين ملاحقة الفاسدين بالموضوع؟ يعني أن قائمة العبادي أو حزب العبادي أو الجهة التي يعمل بها العبادي مليئة بالفاسدين وهم مقربون منه، لماذا لا يحاسبهم؟ أيضا ضمن التعليقات أبو ميرنا يقول الكل حرامية وفاسدين، لازم يتم تغيير جذري حتى يتم التخلص من الفاسدين. مجلس النواب ماكو واحد إذا ما سرق سوى كان أو سواء كان من شركات أو غيرها وبدون أن يحاسب. هذا ما قاله مشعل الجبوري طبعا. وأيضا ضمن التعليقات هاشم العبيدي يقول أنت نايم يا انتقالية يا دي شوف الحيتان اليمك. صار 4 سنوات تصرح نحارب الفاسدين وتالي خلص عمر الحكومة وما سويت شيء. طبعا أيضا هذا انتقاد لكثرة الوعود من العبادي. وحيدر يقول أنتم من خلق الإرهاب، تحاربون الفساد وأنتم مفسدون، تنشرون عن إنجازاتكم وأنتم تجوعون آلاف بل ملايين، وتنصفون أنفسكم بامتيازات وتتركون للشعب الفتات. اختصر الواقع بشكل عام، هذا هو حال المواطن العراقي وهذا هو حال العراق الذي يعيش به العراقيون وتعيش به الشخصيات الموجودة بالسلطة الآن. نراكم بعد قليل. الهاشتاج اليوم عن الذكرى الثلاثين لتحرير شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة، ذلك في تاريخ 17 من نيسان عام 1988 من الاحتلال الإيراني، حيث تمكن الجيش العراقي آنذاك من طرد القوات الإيرانية واستعادة منفذه البحري على الخليج العربي بعد احتلال دام لعامين. دعونا نشاهد التغريدات على هذا الاسم. تحرير الفاو، يقول عدنان حمد يقول 17 من نيسان ذكرى تحرير الفاو، مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، سيبقى العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض، فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر. كابتن عدنان حمد. وأيضا ضمن التغريدات العميد الركن خليل الطائي يقول في مثل هذا اليوم تلقى رأس الإرهاب خميني صفعة مدوية من أبطال الجيش العراقي بعد أن سحقوا جرذانه في شبه جزيرة الفاو، هو يوم من أيام النصر في سفر القوات المسلحة العراقية. وأيضا ضمن التغريدات لدينا بهذا الخصوص أحمد المولى يقول 17 من نيسان تحرير الفاو، أحلى خبر مر على مسمع العراقيين تحرير شبه جزيرة الفاو من عدوان غاشم، ولكان الذيول يحكمون من الثمانينات تخيلوا معي يعني. وأيضا آخر التغريدات لدينا فيصل الدوخي يقول اسمحوا لنا أشقائنا في العراق أن نشارككم هذه الذكرى الخالدة في الانتصار للعرب. هذه التغريدات التي جاءت بهذا الخصوص، ونراكم بعد قليل لمتابعة فقرة بعد الهاشتاج. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة بعد الهاشتاج. أول مقطع لدينا طبعا يعني يستمر المطورون يعني الخاصين طبعا بالتكنولوجيا وكذلك الخاصين بقضية المختصين بقضية العلوم الطبية وغيرها يستمرون بتقديم أشياء جديدة بين فترة أخرى للمساعدة على جعل حياة الإنسان أبسط وأسهل وأكثر راحة. طبعا حذاء جديد أجلكم الله طبعا يساعد على إراحة الأقدام، فنشاهد.
في الموضوع الثاني وهي قضية السيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها الآن بكثرة بالفترة الحالية، هناك عوامل كثيرة لإنتاج أو إعادة إنتاج هذه السيارات بشكل كبير جدا، وهي قضية البيئة، المحافظة على البيئة طبعا بسبب الانبعاثات الكربونية التي تأتي من المشتقات النفطية للسيارات العادية، وكذلك لأنها موفرة بشكل كبير لأصحابها، خاصة أنه هناك فرق ما بين الكهرباء كأسعار وما بين البترول بشكل عام كأسعار في مختلف بلدان العالم. دعونا نشاهد. وننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع في عالم التكنولوجيا، قضية التطبيقات التي تخرج باستمرار. تطبيق جديد يساعد على البحث عن المفقودات في المنزل، ربما فقدت شيئا معينا، هناك طريقة تجعلك تستطيع أن تجد ما فقدت عن طريق هذا التطبيق. دعونا نشاهد. وأخيرا نأتي إلى قضية البيتكوين، عملة البيتكوين أو هذه العملات الإلكترونية التي خرجت تحديدا في عام 2009 وانطلقت انطلاقة مخيفة حقيقة، وصلت استثماراتها إلى أرقام خيالية أو سعرها إلى أرقام خيالية. عموما نتابع استثمارات شركة جوجل في بلوك تشين خاص بعملات البيتكوين أو العملات الإلكترونية بشكل عام، فلنشاهد. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.